أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، بحييكم. مول وحسابات المول وعدد أفوجادرو وقانون أفوجادرو خلال قناة الكيمياء كده، أو على الأقل بابل شيت أسئلة أخطر. وعشان تحل أسئلة أخطر لازم برضو تحلها الأول يدوي، ويكون معاك كالكوليتر باستمرار على أساس ننتهي من الباب التاني، الكيمياء الكمية، في الفيديو القادم. وعلى مدونة مستر أشرف الهادي الفريدة بلوجر، هقدم لك عدة اختبارات أيضا، بحيث إن أنت تشوف أكبر كم من الأسئلة والمسائل اللي هتساعدك في الحلول. وخلي بالك بس، أهم حاجة لازم الرموز، ضروري جدا الكيمياء الرموز. وطبعا التعريف حاول تكتبها اول باول، ما تعتمدش على موضوع اوبن بوك. احنا عايزينك الحاجات السهله دي تبقى انت عارفها، مش محتاجه اوبن بوك. وطبعا من خلال هذا الفيديو السريع او العرض المباشر، هنوريك بعض التعريف وبعض الامثله على حسابات المول. وزي ما انت شايف، يعني لو انا عندي تفاعل لتكوين النشادر، بنوريك ازاي بنجيب الحسابات. افوجادرو بالنسبه للعدد، طبعا احنا قلناه قبل كده عشان كده انا بتكلم عليه بسرعه. بنوريك برضو ازاي احسب عدد افوجادرو، اللي هو 6 و 8 مية في 10 اس 23 جزيء او ذره او ايون. بنوريك بعض الحاجات او الملاحظات المهمه بخصوص فرض افوجادرو وقانون افوجادرو، الصيغ الكيميائيه، الصيغه الجزيئيه، والصيغه الاوليه. وهسيب لك دلوقتي تشاهد بعض الأمثلة المحلولة، احلها معاك بحيث ان انت تركز فيها كويس. وحاول اي جزء لو ما فهمتوش تحاول ترجعه وتبعت لي في التعليقات على قناة الكيمياء كده على اليوتيوب. وخلال الفترة القادمة هنحاول نعمل لك بث مباشر على زوم وعلى تيمز او جوجل ميت، يعني هننوع بحيث ان انت تعود نفسك على حصص البث المباشر. تابع معايا أعزائي الطلبة والطالبات للصف الأول الثانوي، برحب بيكم. معكم أستاذ أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بإدارة الكهرباء الجديدة. بث مباشر من أونلاين، اللي طبعا زي ما أنت عارف دلوقتي النظام الحديث لازم حل في المنهج بتاعنا بعلم الكيمياء. وفي البداية نديك فكرة عن مكونات المنهج. المنهج عندك 5 أبواب. الباب الأول بنتكلم فيه على الكيمياء والقياس، وبنعرفك على علم جديد هو علم النانو تكنولوجي، ده في الباب الاول. الباب الثاني بنكلمك عن الكيمياء الكميه، او بنسميه الحساب الكيميائي، وطبعا ده باب مهم جدا لانه يعتبر اساس الحسابات في الكيمياء. الباب الثالث بنكلمك فيه عن المحاليل والاحماض والمخاليط والقواعد، وده في خلال الترم الاول. ويشوف النماذج اللي احنا برضو هننزلها على موقع مدونة بلوجر، هنسيب لكم الرابط في اسفل الفيديو. ولو عندك اي استفسارات او تعليقات ابعتها وارسلها لي وانا هجاوبك عليها فورا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده على اليوتيوب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كان معاكم أستاذ أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بالقارة الجديدة.